السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم الماتيريال اللي غادي معايا بوغ لا بروشين اكسبيديسيون ديالي ان شاء الله في انابورنا. دونك اول حاجه باش غادي نعس كاين هاد الماطلا اللي غادي نديرها في الارض، وكاينه الماطلا غونفلابل، وكاين مون ساك دو كوشاج كي سوبورت حتى لموان 33 دوغري، وكاين واحد الساك كبير اللي هو هذا اللي غادي نجمع فيه الماتيريال كامل. كاين عندي الكومبين ديالي اللي بيه باش مشيت للسومي ديال ليفريست، وكاين عندي هاد لو ساك اللي غادي نطلع به اللي فيه الماتيريال. بالنسبه للماتيريال تكنيك كاين عندي لي كرومبون، وكاين عندي لي غاتر والماتيريال ديال التريكين والبودغيي، وهاد لا ماتيريال ديال لاسونسون لاسونسور هاد لي تروك لي مهمين ونتاع الغابي. بالنسبه للصباغ عندي ثلاثه، كاين الصباط ديال التريكين، كاين دوبل بوت كام بوت اللي غادي نمشي به حتى لو كون 2 كون 3، اي كاين لو ساميت بوت اللي به غادي نطلعوا للسومي ان شاء الله. بالنسبه للحوايج لتحت كاين عندنا لي كولون سكون سخان، لي بونطالون دو تريكين اللي تيكون هاد لي غورتكس اللي تيكونوا امبرميال اي اللي تيكون سخانين. بالنسبه للفوق حتى هما لا ميم شوز، تيكون عندنا بحال هادو اللي تيكونوا اندر وير اللي تيكونوا سخان لتحت، وتيكون عندنا لي جاكيت اللي هما لايت، وكاينه جاكيت اللي تتكون سخونه اللي تقدر تمشي حتى ل 6000 مثلا 7000 الجاكيت غورتكس. بالنسبه لليدين تيقولوا عندنا بليزيوغ كوش، كاينه هادو اللي تيكونوا خفافين اللي تيكونوا تقال، وتيكونوا هاد لي ميتمز اللي تيكونوا هما باش نطلعوا للصومي. بالنسبه للراس تيكون عندنا بحال هاد اللي تنخطيو بها وجهنا، كاينه باكلافا اللي بحال هادي ايه البوني. بالنسبه للتقاشر تيكونوا عندنا اللي هما لايت اللي هما مويان، واللي هما هيفي اللي غلاط بزاف نتاع الصومي. لي لون فرونتال اوتر ماتيريال كي تري امبورطون بحال التيرموس هادي البوتاي دو لي لونيت. تيكون عندنا الماتيريال ديال التواليت لا فارماسي الجو برو البابي ديالنا لي الباسبور لي زاسورونس لا الفاكسان، اي بيان سور اهم حاجه هي هادي لو درابو ديال المغرب اللي ان شاء الله غادي تهز في لانابورا باذن الله. الدعوه ديالكم، ميرسي.